السلام عليكم، يلا بينا نكمل النهاردة فيديو الفطاير. فاكرين آخر فطيرة أنا حضرتها؟ استخدمت نص العجينة عملت بيها الفطيرة دي، وكانت ممتازة جدا في الطعم وفي الشكل. النهاردة هنكمل النص تاني وهنعمل فطاير القوارب بطريقة سهلة وبسيطة جدا في التشكيل. مش هتتعبي ولا تحسي بمجهود خالص وانتي بتحضريها. العجينة بتاعتنا النهاردة ممتازة جدا في الطعم، التسوية مظبوطة قوي، العجينة طرية واخدة لون ذهبي من غير ما ندهنها بيض نهائي. وكمان هنغير في الحشو شوية، يعني هنستخدم حشو الفراخ بالخلطة الممتازة اللي انتوا شفتوها، وهنستخدم حشو الجبنة. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. وهي طبعا نفس العجينة اللي انا حضرتها في الفيديو اللي فات. كيلو الدقيق اخد معلقتين كبار خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار لبن بودرة، ومعلقة صغيرة ملح. ونقلب المواد الجافه دي كلها مع بعض. بعد كده نبتدي نعجن. انا حطيت نفس المقطع بتاع الدقيق وبتاع حشو السكر علشان تشوفوه للي ما شافش الفيديو الاخير وتتذكروه. بعد ما قلبت الدقيق حطيت فنجان من الزيت ونزلت بكوبايتين ميه، وبعد كده هزود نص كوبايه. الميه اللي انا استخدمتها دي ميه دافيه، وكيلو الدقيق بياخد ما بين 3 كوبايات وكوبايتين ونص من الميه. فانت حطي كوبايتين الاول وابتدي اعجني، بعد كده زودي الكوبايه الثالثه حسب ما الدقيق يحتاج. ممكن تحتاجي نص كوباية بس، ممكن تحتاجي الكوباية كلها. اعجني كويس قوي، بعد كده غطي العجينة وسيبيها تخمر. ونروح نعمل الحشو، وبرده هي نفس الحشوة، بس زي ما قلت لكم كده انا بذكركم بيها للي ما شافش الفيديو اللي فات فيعرف التفاصيل في الفيديو ده. شوية زيت ومعلقة سمنة في الطاسة، ونزلت بنص كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح. في الاول ما قلبتهاش، بعد كده ما شربت المية بتاعتها قلبتها اديتها تشويحة بسيطة. نزلت ببصلاية كبيرة متقطعة شرايح برضو اديتها تشويحة بسيطة. بعد كده هننزل بالفلفل الرومي او الفلفل الالوان او الفلفل الحار زي ما انتي حابة، برضو بالكمية اللي انتي حباها. وانا اقلب كويس قوي لحد الخضار ما يستوي. بعد كده رشه الملح ونص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه صغيره قرفه، ونص معلقه بهارات فراخ. وكده الخلطه معانا بقت جاهزه. والحشوه دي زي ما قلنا انا استخدمت نصها واكتر من نصها شويه في الفطيره الاولى، وباقي الحشوه النهارده هستخدمه مع الخلطه اللي هتشوفوها دلوقتي. ودي خلطه الجبنه، بحتاج فيها لفلفل رومي، فلفل الوان، مكعب كده معقول يعني من الجبنة، اي نوع جبنة انتي بتحبيه، حتة من البسطرمة وفرمتها خشن شوية. العجينة اختمرت معايا، رشت دقيق على الرخامة. ببتدي انزل العجينة. العجينة طبعا مخدومة كويس قوي، خمرت كويس قوي. بعد ما طلعت منها الهواء هبتدي دلوقتي اقسمها نصين. خلاص النص الاولين ده احنا مش عايزينه بقى، شفنا الفطيرة دي بالفيديو اللي فات. يعني انتي بين كيلو الدقيق اللي بتعملي منه العجينة تقدري تعملي شكلين من الفطاير، او تقدري تعملي كمية كبيرة. الفيديو علشان ما يبقاش طويل انا عملته نصين. شفنا الفطيرة الاولى اللي كانت في اول الفيديو، وبعد كده النهاردة هنشوف اللي هي القوارب. العجينة بتقطعيها لقطع متساوية بالعدد اللي انتي برضو عايزاه، يعني ممكن تعمليها 10 قطع او 12 او 14 او 16، يعني تقدري تزودي زي ما انتي عايزة. وكل قطعية يعني هتديكي حجم الفطيرة. انا هنا قطعتها لكور وسبتها بعد ما شكلتها دوائر، يعني سبتها ترتاح كده شوية على جنب. بعد كده رش الدقيق وكل كرة منهم بفردها بالشكل البيضاوي ده، وبحط حشوة الجبنة اللي لسه محضرينها مع بعض دلوقتي. وبنضغط على الطرف بتاع العجينة بس، بنقفلها بالشكل ده وبتبقى على شكل القارب الصغير. تمام. وحطيتها في الصينيه، صينيه مش مدهونه. وناخد الكره اللي بعدها برضو، ممكن تفرديها بايديكي او ممكن بالنشابه بالفراده زي ما تحبي، المهم ان هي بتتفرد بشكل بيضاوي كده صغير. نحط الحشوه في النص. الفطاير بتاعت النهارده دي احنا مش هندهنها اي حاجه خالص، ولا هندهن العجينه من جوه ولا من بره، هو الحشو بس كده وبنكتفي. وبنضغط على الحرف بس تقفليه حلو علشان ما يفتحش بعد كده وهو في الصينيه. بتحطيها مايلة شوية علشان كل قارب يبقى جنب التاني كده ويبقوا مترصصين جنب بعض. بخلص جزء اللي هو حشو الجبنة، بعمل حشو الفراخ. وبرضو احنا شوفنا الحشوة دي مع بعض، حشوة لذيذة جدا وطريقتها سهلة. برص بقى كده كله جنب بعض لحد ما بخلص الصينية كلها. وبالشكل ده القوارب خلصت. انا حشيت الكمية كلها وهبتدي ارصها. مش فاضل غير ان انا احط الجبنة على الوش، والجبنه الموتزاريلا اللي انا استخدمتها دي اللي هي الجبنه الصفراء.
مش البيضة، ودي بتاعة الطواجن زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هي ميزتها ان هي بتتحمل الحرارة شوية، يعني مش اول ما ندخلها الفرن بتسيح بسرعة وتاخد لون ذهبي بسرعة. هنا بقيت الحشوة، طبعا كان عندي شوية من الحشوة فاضلة في الطبق، فانا زودت فوق العجينة كده لحد ما بقت كل قطعة واخدة حشوة كده بالكمية الكافية. حطيت شوية من الجبنة اللي هي الموزاريلا اللي انا بقول لكم عليها دي على الوش، والجبنة دي اللي هي الحمد نوعها ممتاز جدا كده. خلاص الفطاير بقت جاهزة، دخلتها فرن مظبوط على درجة حرارة 240، والفطاير دي قعدت معايا تلت ساعة في الفرن، وحطيتها على الرف اللي في النص، والنار كانت شغالة من تحت بس، وانا ما دهنتهاش اي حاجة زي ما شفتوا، بس الحروف بتاعتها طلعت بلون ذهبي، وطلعت برضو واخدة لون ذهبي حلو قوي من تحت كده. هي مستوية تسوية مظبوطة، واخدت يدوبك تلت ساعة وطلعت طرية وممتازة جدا. المهم ان اول ما تطلع من الفرن غطيها بفوطة وسيبيها كده لحد ما تهدى من الحرارة الزايدة، بعد كده كليها وهي يعني يدوبك سخنة كده بسيط. طعمها لذيذ قوي قوي، العجينة ممتازة، الحشو لذيذ قوي. حتى لو انت ما عندكيش فراخ ولا لحمة تقدري تعملي حشو الجبنة، وحطي الاضافات اللي انت عايزاها مع الجبنة، هتطلع ان شاء الله ممتازة. وان شاء الله ما تجربوها تعجبكم، والسلام عليكم.